ها ايش تبى؟ بعنك موضوع خاصة. بعني ايش؟ ابى موضوع خاص. موضوع خاص ايش تبى؟ بعنا اخ شيء موضوع. ايش تقول؟ بعنك ها ها الله يستر الله يستر الله يستر. ابغى تليفون. انزين ايش من نوع التليفون؟ هواوي. ابشر هواوي. بكره التليفون عندك من عندي لك. تم. انا اللي اقول تم تقول ايش تقول تم؟ ان شاء الله. وهذه بوس على خدك. شكرا حبيبي. خلاص سيف اعطوني رقم دي اعطوني رقمه. من عندي طال عمرك ابشر. احلى هواوي. ايش اسمك انت؟ موسى بك ابلوشي. ابشر البلوشي فالك الطيب احلى تليفون هواوي لك. تبغى شيء ثاني؟ احسن اروح عنك؟ احسن بك بكى الله. والسمك سمك يا الله بيك يا الله بيك. زين الله يسترك يا مبيني. كيف حالك بخير؟ الحمد لله. موسى انت وشو شغلك هنا؟ انا شغال ماهر هنا في شغلي. وش تسوي؟ انا سوق. انت الحارس مال السوق ها؟ نعم. زين موسى. نعم. محمد المخيني اتصل بتليفون العصر وقال لي روح لموسى وقول له ان المخيني صار له ظرف وخذ له تليفون وعطيه. قلت له ان شاء الله. وهذا التليفون الهواوي من عند محمد المخيني وامانه وانا اوصلها حلق. هذا تليفون هواوي احلى تليفون تستاهله. تفضل. زين بقول لك شيء، نحن بنبند الكاميرا وبشيل الهواوي حلي، تعطيني اياه؟ ما تعطيني اياه؟ ما تطيع فيه؟ لا. ليش؟ حل والده. حل والده؟ اي نعم. هاي البس الله يحفظها على انا خلاص ما بقول شيء. الله يحفظك ويحفظ الوالده ويحفظ محمد المخيني على هذه الهديه واللي رسم الفرحه على وجهك، الله يحفظك وهذه بوسه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.